يعني برهان رايح يزور سراج بكرة تاني. مش لوحده، معاه شكري الباشا. تصريح زيارة طلع لهم هما الاتنين. شكري الباشا هو مش ده طليق نورهان؟ هو بعينه، بس أنا مستغربة إيه اللي لم الشامي عن مغربي؟ ما لو كنت حضرتك والباشا قريتوا ملف القضية القديم زي ما طلبت منكوا ما كنتش سألتي السؤال ده. ثواني خلي الباشا، ثواني لو سمحت. هي مش قارية ممكن، إنما أنا قاري ومذاكر وما بنامش والمصحف، ولو فضيت إن شاء الله بقى يعني أقعد معاك أفهمك. ماشي أعمل مذاكر. بقول لكم إيه؟ المهم دلوقتي زيارة بكرة دي لازم تتسجل زي الزيارة اللي قبلها. احنا محتاجين نعرف كل كلمة بتتقال ما بين الاتنين دول. جلسة سراج قربت قوي يا جماعة، واحنا مش حمل اي مفاجآت او اي تغييرات. احنا جاهزين نخلي الباشا زي المرة اللي فاتت بالظبط. بس تفتكر يا فندم هيبقى في اي تغيير في خطة تهريب سراج؟ لا، وافتكر ليه؟ بكرة هيبان كل حاجة.